دايره اللي خدينا هاد النعيه الجمعيه الاحداث الاخيره اللي وقعت عفوا مدينه الضواحي مدينه الدار البيضاء داخل الدار البيضاء الان ولينا كنشوفوا جميع الاحداث اللي كتوقع فيها جماهير على وجه الكوزموفورماليزم نديروا اصابع اتهام فاصل او لا فاصل معين ولكن الجماهير اللي تدخل لكن بحكم الفصائل لان عندهم كم العائد ديال الفريقين ولات كتحسب عليهم كنظن بان الناس مسؤولين واعوين بهذه المساله والان انا الاوان باش اجتثاث هذه الافه هذه ما يمكنش الرياضه غادا تستمر في هذه الظروف والملاعب مازال مغلقه نتمناو الوليدات ديالنا يوعاو ويحسوا بالمسؤوليه في نفس الوقت حتى المسؤول اللاعب او الحكم او الصحفي ان هذه كلها تراكمات والنتائج ديالها هي هذه المتوقعات هي اللي كنعيشوا دابا حنا ملي كنشوف الصحفي عنده ميول لواحد الفريق معين وكيعبر عليه تعليق ولا كذا دونك هنا كناش جميع المتداخلين في كرة القدم على وجه الخصوص باش يتفاداو ما يوسع الرياضة على وجه الخصوص. كيفاش جاتك أجواء ديال المباراة في اليوم؟ صراحة افتقدنا هذا الجو ولكن الظروف كيف ما قلت سابقا هاد البديلة اللي درنا جينا شفنا إخوة رجويين ولادين جالسين مجموعين دونك صافي بليزير ملي كتشوف الرياضة بحال هكا وكل شيء يخرج يمشي لدارو هاني سالم ميرسي تيقولوا على الورق فريق الوداد البيضاوي احسن من الخصم يلا طلع من القسم الوطني طلع من القسم الوطني هو القسم الممتاز كنهنيهم على اللقاء اللي قدموا والحمد لله الحمد لله استطعنا ان ننتصروا ولعبنا مرتاحين في الكاتريام كارتون جرينا السكور اللي كنا غادي نديرو الحمد لله كان خصنا نحاولوا نلقاو ديسبونسور اللي يحاولوا يطلعوا الفرقه وان شاء الله ان شاء الله نحاولوا نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في القادم. وكيف دازت المقابله الديربي كي جاتكم؟ مقابله الديربي الدراري ما قدرنا ما دخلناش في اللقاء من الاول. الدراري كانوا شويه مستريسين شويه مزيرين ديكو خداو علينا واحد ليرون في الاول. بغينا نداركم موقف كانوا شويه هربوا علينا في السكور. كان مازال خصنا الخدمه باش نحاولوا نداركوا شويه. ميرسي بوكو.